الإشارة استريح استريح مستر استريح استريحوا الله اصبر سخن الصوت الصوت ارفع الصوت يا اخي ايش الشبكه التعبانه هذه يا اخي يا اخي هات يا ارحم هذا نحترم ونقدر هذا والله ما اقدر اقلب ما اقدر ارفع الصوت ابو سلطان ارفع الصوت استعال ابو سلطان اصبر انا قاعد تدور بوش اصبر هذا مسرحني برايم 59 اصبر عنوني اصبر يا ويلكم هذا يجي يا ويلي السلام عليكم الله عليك السلام ورحمة الله عليك السلام سلطان الروقي الله يذكر يوم سحاب وقمر الله يحفظهم ان شاء الله يعني والله ما سووا بروباغندا ما سووا اوفر تبارك الرحمن هلا ما صادق ما شاء الله تبارك الله ارحبي سرعة بقلب تعال تعال شفتوا كلكم ارحبوا شفتوا كلكم يلا حيهم اقلب ولا لا 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 اقلب ولا لا لا شوف عشانكم لا تعبتي والله انا غالي وسحاب عندنا يلا قمارة شلونك الله يرضى يجي نذكر الله وحشتيني يا بابا منين جاية؟ ما شاء الله من الرياض عشانك من الطايف ولا من جدة؟ الطايف يلا حيو خلينا نسلم عسل و الجهاز والله هذا الظاهر اني بقلب والله بعطي 20 ثانية اليوم خربها مع زايد مخربها مع زايد 20 ثانية عدوا 20 ثانية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عشان احترام واعلام قناة الواقع 11 12 13 14 هذه ابعلمك شيء الله يكرمكم ويكرم المستمعين والجالسين والرايحين والجايين 6 طبعا انت جوالك معك 7 8 9 20 وتطالع للاهل جاء وطلب ابو عبد الله انت خلينا ندخل اخر مره هذا والله اعطني حاجه يعني انا اقول لبس ماي كربيز دخل نزل لك قرارات بقليه وطاح طبق بالشكل الصحيح والله ظهري بقى انا ما احب الاسقاطات على خاصة على الزملاء يا اخي ايش الشبكه التعبانه هذه؟ لا حول ولا قوه الا بالله خلنا نشوف ايش عندهم كم فيهم مرحوم ذولي يلا والله ليه العتب واللي مرضى منك معذور هذا خرب نفسي هذا قديم تتشنى هذا فنان منطقي هذا فنان جديد ولا نقلب عن الفنان ذا الله انا غالي الله يقلع الشبكه يا شبكه يا اخي لا رسال ولا شبكه ولا حد يسمعنا ولا حد حولنا ولا حد يمنا اه انا اشوف اصبر الله صدق الصدق جو الصدق هذا وش؟ صص لا إله إلا الله الفنان والله الفنان أحلك زيز هذا يشير بديه أوف أوف أصبر والله ما أدري هذا تصوير ولا والله والله لا جديد هذا الفنان وين أصبر يا اخي الفنان والله لا جديد يا عيال ها تصوير لا جديد جديد الحين ذا الفنان برا حصري ايه يا برو نقول باشا الفنان زايد الله 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 قولي اصبر نقوم اصبر نبصفين هنا يمين ويسار يلا نروح وشيل المسرح يلا عشاكم وشو اي مسرح دي اصبر علينا ها والله خدبي الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم ولم لك كفو الله 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 السواق الرجل الاعمال الظاهر مدري الوكيل الاعمال
الله 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 والله هذا دائما الفنانين لازم يخشون للمكان اللي يوصلوا له. الله 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 ما شاء الله تبارك الله. اصبر اصبر اصبر. نزلوا هنا؟ طف السيارة. والله هذا هذا رئيس هذا والله هذا رجل الأعمال ولا بلاش؟ هذا والله هذا. اصبر اصبر. الله يبقيك سلم. هذا من راح له. يا هلا يا هلا يا هلا كيف حالك يا مرحبا وسهلا كيف حالك سك طيب ان شاء الله يا مرحبا خير الله فرح هنا يا مرحبا مرحبا شرفتك طال عمرك كيف الحال سك طيب ان شاء الله صحتك بشرك الحمد لله الساعه المبروكه نورتنا الله يطول الله يبارك في ايامك ان شاء الله الله انك متفضل علينا بجيتك اليوم الله يسعدك خليك لنا ان شاء الله شرف عظيم والله نمسك يدك الله يسعدك ونمشي معك الله يخليك الله يطول عمرك ان شاء الله يا مرحبا يا هلا يا هلا ما شاء الله هذه لوكيشناتكم الله الله يلا حياك يا مرحبا جميل جميل يا مرحبا يا هلا الله يسلمك الله يسلمك استريح استريح تعال يا عثمان على يسارك على يسارك بجي بجي ولا يهمك قريب ان شاء الله يلا حيه الله يبقيك كيف حالك يا مرحبا بك صحتك يا طويل العمر طال عمرك شلون صحتك تفضل الحمد لله بشرك تمام والله التيكت اليوم كله سولد اوت يوم جمهورك درى انك حاضر اليوم الله يسلمك الله يخليك لنا والله مسؤولية كبيرة تفضل علينا بجيتك هذه يا حبيبي والله انت تعرف انك فنان كبير وانه احنا شرف عظيم ان نستقبلك والجماهير يتشرفون يا مرحبا الله يسعد كان هذه انا احمل مسؤولية كبيرة والله يا ابو راشد هلا والله وصلكم المبلغ كامل؟ نعم نعم الحمد لله الحمد لله بس حبيت نسيت اخبرك يا شيخ وصل المبلغ بس انا نسيت يعني اخبرك شوف انا انزين فالمبلغ موجود يعني ان شاء الله يكون مدير الاعمال يسرق ولا شوف انا ادري انه يسرق بس احبه الله يهديه لا بعلمك حاجه محشوم يا شيخ محشوم والله اجلس الله يسعدك احبك والله انك اكبر حرامي بس احبك اشكرك ما قلت لنا العمل الجديد اللي اليوم راح تقدمه شاعر مين كلمات مين هو عمل اهداء من شاعر عبد الله رزقي لكم ما شاء الله بما انه كان متسابق معكم فكلفني بهالمسؤوليه حلو حبيت اني اقدمها لكم كهديه والمعلوميه ترى الفن علمني حاجات واجد اول شيء الفن يهذب المشاعر يا سلام الفن دغدغه للمشاعر السفليه الله شفت يوم انك تتغدى الظهر حبه ونص شوايه الله شفت كيف الشوايه تدغدغ البطن يا سلام الفن كالشوايه يدغدغ البطن يدغدغ المشاعر ويدغدغ الاحاسيس في ضمير انا مو متعود اتكلم ماجد انت وش فايت كنت تكلم ايش معنى يهذب يعني. ما خليت ما اسكت عشان اتكلم انت يهذب انت تقول يهذب المشاعر عبد الله المشاعر يهذب الروح ويهذب الاخلاق كيف معنى يهذب لو سمحت عبد الله الشيخ يعني مش فسر فاضي فسر يعني. الله يطول عمرك الله يهديك يعني في اشياء اهم يعني الله يستر ما يصدمون الا بزيارتنا زين فالشيخ يعني اللي ودي السياره هذه متى ما اخذها صراحه على مدير اعمالك يعني هذه الاعمال يعني هذه حقه العزبه بس يترجم لك الله يسعدك إيه هذه حقه العزبه ما تتذكر ما بيخسره فهمت كلام واجد عندي فما واضح انك تحب حال اللي يسرقك وتمشي معه ما تتذكر يوم اشتريتها لي يوم قلت لك انا ما عندي سياره ارجع من المطار هذه وش ذي ايش ماركتها اوه لكزس ايوه كويس ما أنا والله مقصر في حقك لكن تستاهلها كيف انطباعك عن العمل وعن الشاعر والكلمات أول شيء شاعر فما شاء الله تبارك الله شاعر كبير حلو وكلماته راح تلامسكم يا سلام صدقني راح يكون لها وقع عليكم كوقع المطر في الأرض في ضوء القمر في ضوء القمر يا سلام مع نسيم الليالي تعرف يا شيخ فنان الكبير الالحان يعني للحان يعني كانت منك ولا تدري اكثر شيء تعبني الشيخ انت المفروض ما تتكلم يا اخي شالطنا الله تدري على اللحن الواحد كم اقعد كم تقريبا إيه ما يقارب شهر ونص ما يقارب شهر ونص لا لا شهر وتدري اني اتعذب واشقى علشان اطلع لحن كبير كبير من يوم اجمع سبع ملحنين وثلاثه مهندسين واثنين شعار واثنين طباخين طباخين عشان يسوون وجبات للضيوف يعني لضيوف الشيخ يعني. ابغى الطباخين تدري ليش يطبخ بالعمل هذا سمعت انه العمل نفذته بالقاهره العمل الاخير نعم كم يا كم تكلفنا العمل
كله يعني تقريبا حوالي 500,000 تقريبا. ما شاء الله مقامك اكبر من الاشياء. عمل جبار. انا حتى ما كنت يعني ودي اصرح. معلوم الجمهور صراحه يوم راحت التذاكر كلها سولد اوت اليوم. قسم بالله ان هذا شيء يشرفني والله. الحين احنا بث مباشر. احنا بث مباشر بالله قدام المشاهدين. ايوه ايوه شيخ الله يسعدك. لك الشرف على فكره. الله يطول عمرك. الله يشرفك ان شاء الله. الله يشرف مقدارك. الله يقدرك ان شاء الله. بس بنوه انه القصيده ما تحسن كلامك واجد شوي. لا 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 بس انوع على القصيده اللي جاتك ترى الجمهور خصوصا اذا كنا على الهواء ما يحبون يعني مدراء الاعمال ويتناقشونك يعني بس انا ترى مو بس مدير اعمال حتى متحدث عني ما احب اتكلم أيوة. لان يعني شوف انا بعطي معلومات مهمه يعني ها لا انا بعطي معلومات مهمه فضل دقيقه انه جاء العمل من اخونا عبد الله الرزقي في تاريخ 2022 يوم البزنس ايوه ايوه تقريبا كان البزنس 1 جانا العمل من ذاك الوقت في الساعة الثالثة والربع عصر الله يا سلام. كنت قاعد أدرس من ذاك الوقت إلى الآن أدرس العمل أدرس أحداثياته استغربت أنا حسبك تدرس أنه للحين طالب تقصد العمل أي العمل لا لا, لا 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 الشيخ ما نسمح بالذبات ولا مرة أنا يعني المعلومات اللي عندي أنه هو يعني ما شاء الله عليه يعني ولو أنا دارس فن مشاعر ولو أضرب على الوتر الحساس ما شاء الله في ناس يضربون على الوتر وأنا على الوتر الحساس أضرب أنت تضرب قلوبنا ومشاعرنا طال عمرك الله يطولك عايز تضرب الوتر الحساس الله حتى يسلم حتى أنا إذا أخطيت أحيانا يمر علي الضرب عادي يعني إذا طفشت كذا ما قلت لحن أفرغ الطاقة السلبية في الأخ الله يخليك ولا يهمك الشيء الظهر فداك طال عمرك الله يسلمك حبيبي فشو متى تبون يعني أشرفكم احنا بس ننتظر بس الترتيبات تجهز يعني إن شاء الله وراح نطلع يعني أوكي أوكي لا هذه من جاية من جاية لا قصة هذه لها قصة لها قصة العصا لها قصة لحنتها أنت لحنت العصا يا سلام كل شيء عندي له حتى السبحة لها قصة أنا السبحة استغربت إنك حاطة هنا أنا كنت أحس بقلم الله يسلم. لا يا طويل العمر هذا قالك فنان حق قصة تسوي أشياء غريبة غريب لازم تكون استعجبني صراحة إذا أنت تقدم إذا صرت يعني الله يسعدك إذا صرت إن شاء الله من البرد شوي والله دفينا الحين العمل حقك يدفينا يدفينا اخوي عبد الله اذا صرت مستقبلا بامكانيات اخونا راح تشوف اشياء اغرب يعني لا انا مقدم وهو فنان يعني فما راح اكون بنفس امكانيات الله يسعدك انا اقول لك مستقبلا راح تعرف يعني هالاشياء دقيقه يعني صراحه من جلسه مدير اعمال يعني واضح انه اخوي من شموخ صح لا خلاص يا يا من شموخك من شموخك ودنا نشمخ يا قليل المشاعر الدسم انت قليل المشاعر ترى جمهورك ينتظرك الله يطول بعمرك جمهورك ينتظرك الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك هلا والله مره جيك جيك مره تقدم تقدم شيخ حبه حبه ايوه لا المشي المشي الفنيه طال عمرك نمسك يدك وش اتفقنا يا شيخ على جمهورك فنان تشفق والله شفت المشي الفنيه المشي الفنيه ابي تعطيني المايك حقي لاني ما ارضى غني الا مايكي زين لكن المشي المشي عزل عطنا المشي الفنيه ايوه كذا المشي الفنيه هاي دارتينا سبعة اشهر عطنا الهاند مايك بسرعه الهاند مايك بسرعه موجود موجود الهاند مايك ولا يهمك الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك جمهورك ينتظرك طال عمرك يا مرحبا السلام عليكم السلام هند مايك شيخ اطلع اطلع هناك اطلع بعطيك شباب بعد تدشين ها السلام عليكم السلام مساء الخير السلام عليكم كيف حالكم حي يا مرحبا يا مرحبا السلام عليكم السلام طال عمرك مساك طيب ان شاء الله انت طال عمرك الله يسلمك السلام عليكم مدير اعمال والله فيك مدير اعمال الفنان زايد على عجاله الله مرحبا مدير اعمال الفنان زايد 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 طبعا انا خلاص تعرف الموضوع اشوف وجهكم بهجه يا سلام طال عمرك والله حضورك طال عمرك مستغربين حضورك الله ان شاء الله اذا بتقدم في وظيفه انت مستقبلا اكتب في السي في انك قابلتني طلع صدقني راح يكون كلام يلا اقول لك ممكن احنا خلينا نشوفك في الطريق خلني جنبي اطلع بس ما اقدر والله سموا لي اسمح لي انا اسف تفضل طال عمرك تفضل تفضل